بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم في حلقة طيبة عن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هؤلاء رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أولا في أحاديث عن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة سوف نذكرها تباعا ونرفعها لكم على الشاشة حتى ترسخ في أذهانكم، لعل واحد منكم يكون من هؤلاء الرفقاء. في حديث عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فقال: سل تعطه يا ابن أم عبد. فابتدر أبو بكر وعمر، قال عمر: ما بادرني أبو بكر إلى شيء إلا سبقني إليه أبو بكر، فسأله عن قوله فقال: من دعائي الذي لا أكاد أدعو اللهم إني أسألك نعيما لا يبيد وقرة عين لا تنفد ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان في أعلى الجنة جنة الخلد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان في المسجد وكان يدعو الله سبحانه وتعالى فبدعاء طيب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صل تعطه يا ابن أم عبد. فهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اسألني باللي أنت عايزه ربنا هيعطيه لك الآن. فأبو بكر وعمر جروا عايزين بقى ياخدوا إيه من هذه الغنيمة، فقالوا له: أنت كنت بتقول إيه يا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال: أنا كنت بسأل الله سبحانه وتعالى أكون رفيق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف حتى في صحابة النبي بيحبوا يكونوا مع النبي في الدنيا وفي الآخرة. فأنت هتكون بقى مع عبد الله بن مسعود وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والعشر المبشرون الجنة والشهداء والصديقين وكل اللي ماتوا في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كله، فأنت ما تحرمش نفسك من هذا الأجر. أيضا عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش. اسمعوا الحديث ده كويس لأن أنا أشرحه في حتة حلوة للناس اللي بتفهم من أول مرة. فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يذل كذلك حتى قتل السبعة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. هذا الحديث يا حبايبي في صحيح مسلم. يعني إيه؟ يعني الناس بذلت أقصى ما يمكن لكي تكون رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أقصى حاجة عنده. ولذلك في أخت لما جت تبعث لنا قالت: أنا هعمل 2000 نسخة من كتاب غفران الذنوب وتنوم القبور، ورجعت تاني قالت: أنا هعمل 2000 نسخة لهبة الرحمن وهذا أقصى استطعت. يعني فاهمة ان انا قلت ايه؟ قلت كلمة بتفهم جدا وفقها جدا. قالت ايه؟ ربنا نور لها بصرها وجعلها مرافقة لنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اخت من السعودية بتقول ايه؟ بتقول: انا هطلع 1000 نسخة عني وعن اسرتي و1000 نسخة عن اللي ظلموني او انا ظلمتهم وانا مسامحهم وعلى اللي هو مش قادر من المسلمين.
شوف بقى وسعت الفضل والوف، عايزة المغفرة تعم مين؟ كل الكون، كل الموحدين في الكون. وقالت برضه هعمل ليه؟ لمرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تأمل إن كل الناس يكونوا مرافقة مين؟ الرسول. وقالت هذا أقصى استطاعت، مع إنها قالت هذا أقصى استطاعت إن أنا هعمل 2000، ولكن بعتت مبلغ يكفي 2300، فإحنا هنعمل 2000 ونعجز ال 300 لما تبقى تكملهم للألف إن شاء الله. وإن شاء الله تكملهم ويزيد، لأنها ربنا سوف يأتيها خير ويزيد إن شاء الله. هنا الصحابة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه 7 من الصحابة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، شرح الحديث ببساطة، ومع الصحابة أبو بكر وعمر، يبقى العدد كام؟ 9، بس فيه 7 ليس أبو بكر وعمر منهم. فالعدو هيهجم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يشربوه أو يقتلوه. قال لهم من يمنعهم عني وله الجنة؟ مين اللي يمنعهم عني؟ فقام واحد من الصحابة قاتل فاتقتل. بقوا كام العدد؟ 6. قال من يدفعهم عني وله الجنة؟ قام واحد يقاتلهم واحد بس فمات. فاضل 5. قال من يمنعهم عني يرجهم عني وله الجنة؟ قام واحد قتلوه. فضل مع كده واحد ورا التاني لغايه ما اتقتل 7. يعني 7 دول منين؟ اقصى ما قدموا انفسهم في سبيل الله في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن حينما ننشر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ونكسر من الصلاه على النبي هنحيي سنته، لان في كتاب هبات الرحمن المكسرين من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كل حديث له طابع معين وله مغزى معين وله لفته معينه وله تطبيق في الحياه معين. لان الهبات دول 15 هبه، اقل هبه فيهم عتقك من النار. انت عايز هبه غير السياحه في الجنه اللي احنا قلنا عليها مع احباب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. هنا نظر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ايه؟ ما انصفنا صحابتنا، قال ابو بكر وعمر احنا ما انصفناهمش، يعني ما قمناش نقاتل معاهم. فشوف هو ربنا عمل ايه؟ اقصى الاستطاعه هنا بذل النفس. في ناس بقى لما يكون معاهم مليون جنيه، مليون دولار، يقول لك انا اطلع 1000 كتاب، ما ينفعش. ليس هذا لمرافقه النبي في الجنه، خلاها غفران الذنوب وتنور القبور. يبقى غفران الذنوب محتاج قدر استطاعته. أما الهبات أقصى استطاعتك. أقصى استطاعتك يعني إيه؟ شوف أنت أبو بكر الصديق طلع كل مال لله ورسوله، وعمر الخطاب طلع نص مال. طلع أنت 10% مما تملكه لكتاب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. تقدر يا اللي بتسمعني تطلع 10% من مالك إن كنت قادراً لطبع كتاب هبات الرحمن المكسران والصلاه غير الانام، كتاب مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه؟ يا سلام. الواحد لما يكون في السجن والعياذ بالله يتم، ولو عليه حكم اعدام وجاله بقى رخصه كبيره قوي من اعلى سلطه في الدوله، قال له يا راير ما تيجي ناخد مالك كلك ونطلعك، والروح حلوه قوي، يقول لك قال خدوا كل ما امن بس ما تعدمونيش، لان الروح حلوه قوي. طب ديت حياه موقوته مؤقته، فما بالك بقى اللي يدخل النار ومش طالع، او يدخل النار حتى ساعه واحده. النار ديت قاعد يقيد عليها الله 3000 سنه. ونار الدنيا 1 على 70 من نار جهنم بعد ان انطفأت في البحر مرتين. ده حديث عن حبيب محمد صلى الله عليه وسلم او الله صلى الله عليه وسلم. فانت تتمنى تفدي نفسك بايه؟ انا ما بقولكش تفدي نفسك وبس، ده انت هتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم على طول. شوف الناس لما تحب تصور سيلفي مع رئيس الجمهوريه، او تصور سيلفي مع رئيس وزراء، او تصور سيلفي مع وزير، او صور سيلفي مع امير، او صور فيلم مع سلطان، ويبقى فرحان، اقول لك انا قابلت كذا، انا قابلت كذا، انا كان ليا لقاء كذا،
ويعمل له فيديو ويرق الدنيا. امال انت لما تكون مع النبي على طول صلى الله عليه وسلم، ايه مش صوره واحده ده على طول. انتوا فاهمين الكلام اللي انا بقوله؟ شهر رمضان جاي وهتندم، اللي معاه هيندم، واللي بيتاخر ربنا هيأخره. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما زال قوم ايه يتأخروا ويتأخروا حتى يؤخرهم الله. رقم ثلاثة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحان الله، حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يتمنى هذه المنزل. يعني أصلا لما جه ملك الموت وقيل أنه هو خيره في البقاء في الدنيا لفترة معينة تانية إضافية يعني، أو أنه هو يقبض روح الأول، قال: بل الرفيق الأعلى. بل الرفيق الأعلى يعني إيه؟ مع الرفقاء اللي هم إيه؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أربعة هم، وحسن أولئك رفيقا. فحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم مشتاق ان هو يكون معاه، ونحن مشتاقون ان نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدر الاستطاعه يا حبايبي، احنا قلنا قدر الاستطاعه، في ناس كانوا بيدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب في غزوه الخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يتحسس الاعداء ويشوف القوم ومين اللي معاهم وعددهم ونظامهم ايه، والليل ايه ظلماء. فهو قال للصحابة إيه؟ من يذهب إليهم ثم يرجع بالخبر، مين اللي يروح لهم يتحسس العدو ده ويشوفه ويرجع؟ شوف الحديث. قال حذيفة بن اليمان: والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا يعني طويلا، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يعني الأعداء دول متجمعين فين وعددهم إيه وعدتهم وإعدادهم وأسلحتهم إيه؟ يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع. قال: أدخله الله الجنة فما قمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحفزهم، يقول له مين اللي يروح يتحسس العدو؟ ده عملية صعبة جدا، ده يدخل في وسطهم والدنا ظلام ولا يتحدث ولا يتكلم خالص ويرجع. فهم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط. اشترط يعني ايه؟ يعني النبي ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. يعني قال لك اللي يروح يشوف الاخبار وهيرجع معناها ان ربنا مش هيسيبه اسد وله الجنة. خلي بالك، قال له الجنة، مفيش ولا واحد قال. والروح غالي، وهم دول صحابة النبي. هو بحفزهم، ما كانش بأمرهم، لو أمرهم كانوا راح كله. فقام رجع تاني بقى ربنا على الدايزة شوية. قال: من يذهب إلى القوم ثم يرجع ويكون رفيق في الجنة. برضه ما فيش حد جاي. شوفوا، حتى يعني إحنا ما نزعلش لما نلاقي ناس همتهم ضعيفه في الصلاه على النبي، وهمتهم ضعيفه في ان هم يتصدقوا بجزء من المال. لاذا كان الصحابه هم نفسهم روحهم غاليه قوي، خايفين، كل واحد خايف على نفسه، اللي روح هيموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو هيرجع، وبرضه العمليه صعبه جدا، خايف. فامر ربنا اختاروا، الرسول الله صلى الله عليه وسلم امر الرسول الله صلى الله عليه وسلم اختاروا. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختار واحدا منهم وهو حذيفة بن اليمان. قال له يبقى النبي عارف ان حذيفة بن اليمان هيكون ايه رفيقه في الجنة. واحد يقول لا، هو نعم حذيفة بن اليمان الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه وقال له: لا تحدث بشيء الا اذ ايه اتيتني، يعني ما تعملش حاجة ولا تقتل واحد ولا. طبعا هو راح ورجع، وكان في مروحه قصة طويلة في غزوة الخندق، لو كان فيما متسع من وقت أو أتى اسمها بعد ذلك سوف نقول.
اللهم صل على سيدنا محمد. هل الصحابه ما همش رفقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه؟ نعم رفقاء، ولكن مش على طول، مش في الاول. يعني مين هيكون فيه واحد رفيق يدخل الاول يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاول، وبعدين الباقي هياتي تباعا طبعا لايه؟ لكل طاقته وايمانه في الدين وكل طاقته الايمانيه. يعني مش مع بعض مره واحده. ولكن انت بتعمل كتاب، انت ما انتش فاكر انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل اعظم هديه لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الكون. والله احسن هديه في الكون. ان انت بتشجع الناس ان يكونوا رفقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.